مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من سوق ولد موينة واللي كيتواجد بالمنطقة ديال الحي الحسني. سنين وسنين وما واحد الاشخاص بناو برارك فوق المحلات ديال العمل. تخيل معايا انت خدام في النجارة لتحت، ولا خدام في الاواني، وخدام في داكشي الاثاث ديال الديور، ساكن فوقك واحد بطريقه غير قانونيه، بطريقه عشوائيه، وعنده شهاده السكنه. هادشي قديم، هادشي شحال هادي. السلطات فاش تبلغوا بالامر وتوصلوا بالشكايات ديال اصحاب المحلات، جاو هضروا مع هاد الناس، راه داكشي اللي كديروا فيه راه عشوائي، راه ماشي قانوني، راه كدا. هادي البعض تقبل الامر وبدا كيخوي وكيريب ديك البراك اللي باني، والبعض الاخر ما عجباتوش الفكره، والسلطات هدموا ليه هاديك البراكه اللي باني فوق المحل. تقريبا كاينه 32 براكه تقريبا، وتم الهدم ديال 15 براكة، والبرارك اللي بقاو باقين ماليهم كيهدمو فيهم. فشكرا للسلطات المحلية بمنطقة الحي الحسني على المجهودات اللي قاموا بها رفقة الأعوان ديال السلطة والعناصر ديال القوات المساعدة، أنهم داروا واحد العمل جبار وماشي بالسهل باش تحيد واحد او لا تحد من واحد نزيف لسنين وهو كاين. البراركة الاخوان اللي كاينين حاليا كيتم الهدم ديالهم، واللي عنده شي حاجه راه كيخرجها ويديها المكان اللي غادي يسكن فيه. على ما اظن العمليه كيفاش كتتم. برافو لهاد الشباب لانهم كينقيو راسهم براسهم، يعني ما كيتسناوش، يعني كينظموا راسهم براسهم، ما يتسناوش حتى تجي عندهم السلطه. هادو كانوا بانين برارك لداخل، هما كيهدمو فيهم راسهم، يعني كيخويوهم وكيهدموهم. العملية هكذا كدوز، الله يسر ليهم الأمور. يعني فاش كيكون واحد التجاوب ديال السلطة مع المواطن، هذه النتيجة، هذه النتيجة. يعني السلطة فاش كتفهمك وكتقنعك، كتقول لك اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين، هذه النتيجة. يعني هاد السيد اقتنع وعرف بانه راه مخالف، وكيخوي ديك البراكة راسو براسو، يعني ما كيتسناش حتى تجي السلطة. السلطة جاو اليوم داروا اللي عليهم، وغالبا يقدروا يجيو حتى يوم الغد، فيشكرون هاد الناس على العمل اللي كيقوموا به. نشابو ليهم لانهم خداو بالقرارات ديال السلطات المحليه مقاطعه درب جديد. فالسلطة راه ماشي هي جي دقدق هرس ونوض الروينة ونوض البلبالة، لا، حاول تواصل مع هاد الناس
اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين، راه داكشي اللي كديروا راه ماشي هو، راكم مخالفين، راكم كدا، راكم هادي، كل واحد الاسلوب ديالو الطريقه ديالو في الهضره. هاد الناس اقتنعوا لان السلطات فهماتهم واقتنعوا بهضرتهم، والحمد لله النتيجه ها هي، النتيجه هي هادي. يعني داك الحوار اللي داز ما بين السلطه والمواطن خرج بنتيجه. شكرا للسيده القائده ديال الملحق الدرب جديد، كذلك حتى الاعوان ديال السلطه وسلطات الحي الحسني انهم داروا اللي عليهم. وحتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.